قمنا اليوم بإعطاء إشارة انطلاق قافلة محملة بالفين حقيبة مدرسية كهبة من الهلال الأحمر الجزائري لفائدة العائلات المعوزة أو أبناء العائلات المعوزة. كذلك في نفس السياق تجهيز موافتنا أو تدعيمنا بمعدات وأدوات طبية لفائدة قاعتي علاج. القاعة الأولى وهي على مستوى بلدية بوشقوف ببورياش يوسف، والقاعة الثانية متواجدة على مستوى بلدية بوحشانة. يعني هذه التجهيزات تخص هذه القاعتين في انتظار إفادتنا بتجهيزات أخرى لتغطية مختلف المناطق.